السلام عليكم. انا عايز اتكلم هنا عن موضوعين. اول حاجه هي معدلات الامان مع عمليات السمنه، وهل هي عمليات امنه او لا. الحاجه الثانيه، هل هي عمليات السمنه دي تعتبر موضه؟ هل هي موضه وهتنتهي؟ تعالوا الاول نتكلم على معدلات الامان. معدلات الامان هي عمليه زي اي عمليه ثانيه، زي المراره، الزايده، اللوز، زي عمليات الولاده القيصريه على سبيل المثال. هي عمليات امنه، عمليات مش معقده، عمليات سريعه كمان، بس بتعتمد على بعض الحاجات. رقم واحد، الجراح. الجراح من ضمن الحاجات المهمة جدا في إطار منظومة عمليات السمنة، وده أكيد، بس لازم يكون الجراح متمرس، ذو خبرة كبيرة، حضر الكتير من ورش العمل والمؤتمرات اللي بتزود ثقة للجراح. حاجة تانية الناس ما بتبقاش واخدة بالها منها، هي قوة الفريق المعاون من الجراحين، ودول غالبا بيشرف على تدريبهم الجراح بنفسه. فريق التخدير وقوته وتعامله مع المواقف الصعبة اللي ممكن يتعرض لها أي مريض أثناء العملية. الفريق اللي معانا بيشتغل معايا أكتر من 15 سنة، وده إن دل على شيء يدل قد إيه الفريق ده قوي. التكنولوجيا الحديثة اللي إحنا بنستخدمها واللي بتخلي العمليات دي آمنة وسريعة، وهي بتبقى جاية من شركات أمريكية عملاقة هي اللي بتسيطر على المجال ده في العالم كله. بالنسبة للموضة، هل عمليات السمنة موضة؟ هي عمليات بقالها أكتر من 50 سنة. الموضة يعني حاجة فترة وبتنتهي. طب إزاي هتبقى موضة وهي فيها تطور باستمرار؟ إزاي هتبقى موضة وهي بتعالج كمية كبيرة من الأمراض والمضاعفات، زي أمراض السكر، الضغط، تأخر الإنجاب، مشاكل بعض الأورام والفقرات والمفاصل اللي ناس كتير قوي بتشتكي منها؟ إزاي تبقى موضة وفي بعض الدول بتغطي العمليات دي تأمينيا لأنها بتعتبرها عمليات علاجية من المرتبة الأولى مش عمليات تجميل؟ إزاي تبقى موضة وهي ممكن توصل إن هي تغير لك حياتك في الوقت اللي فيه حلول كتير تانية ما بتأديش الغرض ده؟ طيب، هل بقى في ناس بتستخدم عمليات السمنة دي كموضة؟ أيوة، بيبقى ساعات تجيلي ناس عايزة تعمل عملية بعينها، يعني واحدة شافت زميلتها عملت عملية معينة وبتبقى جاية مصرة ان هي تعمل النوع ده من العمليات. لا، اسيب الجراح هو اللي يختار لك ايه هو الانسب. بالنسبة للامان، ما تقلقش، الجراح بيبقى عارف كويس قوي ازاي يوصل معاك لبر الامان، سواء في العملية او في فترة المتابعة اللي بعد العملية، اللي هي ممكن تديك احسن حاجة تخص الشكل والصحة.